ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإني لأجد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عظة وعبرة يتأملها المسلم في كل عبادة وخاصة في الحج، بل في جميع العبادات خاصة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ولله، فلا بد من الإخلاص ولا بد من العمل بمقتضى ما شرعه الله. الإخلاص، الإخلاص أيها العباد، أيها الزهاد، الإخلاص، الإخلاص. من أراد الخلاص فعليه بالإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين. ولاحظوا أنه لم يقل فاعبد الله مخلصا الدين، مع أن الدين لله، لكن أبرزاد المبنى هنا فدل ذلك على الاهتمام به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي مخلصين لله عز وجل. وجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال معتبرة صحة وفسادا، صحة وفسادا، ثوابا وجزاء، بالنية. ومن قدم على الله بلا نية كان عمله هباء منثورا. وإن النية لتنفع صاحبها في عمله، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وبوابة إخلاص النية لله أن يبقى القلب دائما في تطلب الإخلاص لله، وأن لا يركن ثقة لنفسه، بل أن يتابع دوما مسألة الإخلاص. وجماع ذلك كله أن يتأمل في هذين الأمرين: عظمة الخالق في أمره ونهيه وملكه وتدبيره، وضعف المخلوق. فمن عرف ضعف المخلوق لم يتطلب ثناء المخلوق، ولم يعبأ بسب المخلوق. ومن تأمل عظمة الله قاده ذلك إلى المحبة والخوف والرجاء، يرجو الآخرة لأنها عند الله عز وجل، فيحذر العذاب ويرجو ما عند الله عز وجل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وإني لأجد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أمرا آخرا، ألا وهو أن الله عز وجل رحم العباد حينما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف ذلك؟ كل العبادات مسألة الاستطاعة فيها يخفف الله للعباد فيها، لكن أبرز هنا ذكر الاستطاعة في الحج. لماذا؟ لأمر عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. إن القلوب لتتشوق وتهوي الأفئدة إلى هذه العبادة العظمى. ولما أن كانت عبادة مكانية في مكة، فالصلاة جعلت الأرض كلها مسجد لعباد الله المؤمنين، والصيام يصوم في كل مكان، ويؤدي الزكاة في كل مكان، وفي كل مكان في بر أو بحر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين في كل مكان، إلا أن الحج لا يكون إلا في مكة. فتأملوا والعلم عند الله كيف أبرز ذكر الاستطاعة ليجعل الأنس والطمأنينة للعبد الذي وصله أمر الحج وهو لا يستطيعه، أن قيد هنا الأمر فعله بالاستطاعة.